سلام البنات، ان شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير وانتم تشاهدوا معايا في هاد لا فيديو. اليوم جات في راسي ندير ان بوم اليفغ في الدار، يعني في لا ميزون. تحتاجوا مكونات، انا نشوف هاد تلقوها في كل منزل ان شاء الله. اول حاجه نسحقوها هي الفازلين. فوالا شوفوا هذه الفازلين طبيعيه، دوك فوالا ها هي وين فازلين طبيعيه. نحتاجوا ويل دو كوكو وقريبي خلاص انا فوالا. شوفوا برك حبيت نهضر لكم على هاد النقطه، ويل دو كوكو هذا ب 65000، شوفوا قعد ليا واحد 3 شهور وانا نعمل به. نحتاج كيف كما راكم تشوفوا هنا منكه غذائي تاع الفراوله، ولا كان جيتو هذاك ليكستري خير انا ذوش عندي. ونحتاجو ملون غذائي، نحتاج كيف اون بواط تكون فارغه هاي ليكم. ونحتاج حاجه نخلط فيها انا. نبدو مع بعض. اول حاجه نسحقها هي لافازلين. نحنا نعرفوا انه لافازلين تعاون في ترطيب الشفاء. فوالا نتوما تحبوا تكثروا الكميه كثروا، انا اول مره راح نجربوا. دونك كي يعود بيان راح نحط لكم ان شاء الله لا فيديو. نزيد نعمل شويه تاع ويل دو كوكو. نعرفوا انه الويل دو كوكو يرطب ويعطي لمعه للشفاء. فوالا هنا ونزيد نعمل هنا تاع الفخيز باش يعطيني هذاك لوغو برك البنات تاع الفخيز، باش في فمكم ميم يعني ما يعطيكمش حتى ريحه، ولا على العكس يقدروا يستعملوه هنا ميم لي جون هكا بنات صغار سن المراهقه هيتو، يعطيكم واحد لا كولور. هنا نزيد الملون حسب الرغبه، اذا كنت حابه يبان دوك دوك تشوفوا معايا. الوغ نخلطو بيان حتى يولي خليط متجانس، ونعاود نولي لكم باش تشوفوا. هاوليكم البنات القوام تاعو ديجا بدا يجمد، القوام تاعو شوفوا يجي كامل كامل راهي خامجه بالكولورون. الوغ هاوليكم شوفوا الملون هنا واش راح نديرو، راح نقفلو دوك نتستيو لكم هنا. فوالا شوفوا هذيك اللمعه اللي مدها، دوك نخلوه يشد روحو، كي يشد روحو يمد لكم لمعه خير. نحطو في الفريجيدار ولا في الكونجيلاتور حتى يجمد تري تري بيان ولا يحكم روحو، ومن بعد ان شاء الله يكون قابل للاستعمال. بون ان شاء الله هاد لا فيديو تكون عجبتكم، درتها اون فيت في. اذا حبيتوا هاد نوع من الفيديوهات قولوا لي وانا نزيد نكثر منهم. تهلاو في رواحكم، تري بيانتو.